الشيطان، شلون انا هيك سويت؟ لازم اخذ راي جيراني. الحمد لله اجت على طلبي. شلون اجت على طلبك بقى؟ لانه ما بدي البيت ينقسم ولا ابني يعيش لحاله. يعني هالمره زبطت معك؟ ايه ابن عمي زبطت. يرضى عليكي، حضري لي لقمه اكل لانه بكره بدي بلش الصيام اول 3 ايام حلفان اليمين. على عيني وعلى راسي ابن عمي. العمى انا شلون سويت هيك؟ والله اذا بتعطي وش لام ابراهيم لازعل منك وما عود فوت بيتك بنو بنو. يو اصلا بنتي هدى لساتها صغيره، بعدين انا بدي جوز بنتي لواحد كلمته مسموعه مو لرجال خروق وتشتوش. ايه ها يا عيني عليكي، لك يا عيني عليكي. المهم انه ما نخلي ام ابراهيم تخطب لابن ابراهيم، ولا نخلي جوزها النسناس يوصل للي بده اياه ولي على عيونه. ايه وهذا اللي رح يصير. يسلم. الله يسلمك. بسم الله. أهلين. خليك مرتاح، خليك مرتاح. شلونك يا ابي اليوم؟ الحمد لله بنشكر الله يا ابي. عملتي له تغطيس للرجلين؟ ما بقى لازمه ابن عمي، الحمد لله راح الوجع وخف الورم. عال تمام، معناتها من بكره بتفز على الفرن ما هيك يا ابي؟ لكان لكان يا ابي. يا ابي ما بدك تذبح له خروف؟ اي لكان، بس ما راح طعميك من لسانه. يا ليش يا ابي؟ لانه لحد هلا ما حطيتي غدا لابوك السالت من جوعه. اي على عيني يا ابي، تكي بيكون الغدا جاهز. ابي الله يرضى عليك، اعطي بالك انا رايح ريح شوي. يا امرك يا ابي امرك. يلا. مسكين يا ابي، شو بدك تتحمل لتتحمل. مع السلامة بشير. دعي لي جميلة. شو؟ ولي عمي ابو عصام. شو عم تساوي هون ولا؟ اهلين عمي ابو عصام. هيك اهلك ربوك؟ على قلت الادب قلت الحياه؟ والله يا عمي ابو عصام. ولا نحن اهلنا علمونا وربونا وتندق ابواب الناس نعطي ظهرنا لاصحاب البيت، وعلمونا نخاف على حريم الجيران قبل ما نخاف على حريمنا. وي ابوك ما رباك هيك ولا؟ والله يا عمي عم بتروح بتقول له لابوك ادبني وربيني، فهمت؟ وخبز ما حتبدل معكم. طيب ورجلك اذا تشوفها هون بكسرها. روح يا لعنك، لا فيك شرف ولا فيك ناموس. طيب مشان الله دلعك، مشان الله خبيني من ابوك، مشان الله دلعك. ولك وليه؟ تعالي هون. مشان الله يا ابي. مشان الله. والله الله يا ارتك بدك تحط لي راسي بين الناس كبيره. بدك تحط لي راسي. والله لا يبعدك. تعال لا يبعدك. الله يا ارتك. امشي. امشي قدامي. قولي. مشان الله يا ابي. قولي شو. تعالي. والله ما بدي يا ابي. امشي قدامي. قولي. قولي. قولي على امتك ان شاء الله الله يغفر لي اياكي. دخلك يا الله يبعد يا كلك. الله يعذبني. الله يعذبني يا ابي. يا ابي الله ابي ايش؟ ما بدك امك ولا ايش؟ ما بدك امك هلا؟ يعني ما بتعملك ولا هون؟ دخلت على كيفك؟ توطي راسي ما بدك سوا. دخلك ما بدي استوري يا ابي. ما عاد تعيديها، ما عاد تعيديها. ما عاد تعيديها يخرب بيتك بحالك. ولا عم اقول لحالي ليش كبرت عم بيجي يابسين ومرمدين على البيت داري من وراء وقفتك وزافك يعني زي الله يا ابي الموسيقى كده الخرجنا ودي وليه شوف دلال هاي اختك اذا بتطلع على الباب بص رجليها بتدينا مش خزع البلوعة انت بتفتح الباب فهمتي الله يعدم لي ياكي الله يعدم لي ياكي وطيتي راسي يخرب بيتك يخرب بيتك من حالك شو سويت؟ شو سويت؟ يا عيسي لك ان شاء الله بتنكسر ايدك، لا تنحب معك وطتي راسه لابوكي، لك قومي قومي ان شاء الله ما بتقومي.
نومك بكره. وينك يا امي؟ وينك يا امي؟ تعال شو ليش تاخرت لهلا؟ كنت عم بدي الخبزات لبيت عمي ابو عصام. ايه وبعدين وين رحت؟ ما رحت على محل. ماشي فوت جايز خبزات عمك ابو حاتم عشان توصلهم بسرعه. يلا جاهزين الخبزات عمي ابو بشير؟ تكي بكون جاهزين عمي. لك يا ابو طه خلصونا شو صاركم اليوم؟ أبو عصام؟ العمى ليش ما رد علي؟ شبو؟ لما قلت لك ديري بالك ما سمعتيني. هي أبوكي شافك عم تحاكي وإن شاء الله تكون قتلتك انقضت وما يشوفك أخوكي مع تزوين قرك قتلة تانية. لي على قامتي؟ إيه لك كان لازم تعملي حساب سمعتك ومو بس سمعتك هي سمعت العائلة كلها. قعدتني إياكي شو حمارة. بس بشير قصده شريف. والله قصده شريف. لو شريف كان بعت امه وابوه يحكوا فيكي. حالة امك هي اللي اخرته والله. يا اختي انا معك وبعرف انه بشير قصده شريف بس الناس ما بتعرف. يعني اذا حدا شافك واقفه معه عند الباب شو بدهم يقولوا؟ اكيد رح يقولوا شي صار وشي ما صار ورح يفلت لسانهم عليكي وما رح يقولوا بده يخطبها. لا ما رح يقولوا ورح يحكوا عليكي وينشروا عرضنا. يا اختي الناس ما بترحم والله اللي فينا مكفينا. خير يا بي بك شي؟ لا بك شي يا بي فطفي. خلاص ابي عم اقول لك ما في شيء. خلاص ما في شيء. امك خلص اختي هلا متى ما اجى ابوكي بتركضي على رجلي وبتبوسي له اياهم. ما بدي هلا بيضربني مره ثانيه. ايه معلش يضربك مره ثانيه ويكسر لك راسك كمان احسن ما يضل زعلان منك. ها يمكن اجى ابوكي مثل ما قلت لك بتبوسي ايدي ورجلي. انا سابقتك الحقيني. ستر ما شافني بكيانة يعني. كان سألني ليش؟ يمكن جاي يتغدى. دلال الله يوفقك انت حطي له لك. لك وينكن يا بنات؟ جيت لعندك اخي. لكي انت فوتي لجوا واذا نادى عليك لا تطلعي رح اقول له انك ضعفانه. يلا قومي روحي لعنده. ما بدي والله خايفه. يا دلال عجبك هي نادالي؟ دلال اي يا بي يلا جايه. لا ابي ما بدي اشوف خلقتها بنوب. الله يوفقك يا بي والله ندمانه. لك ابي انا من امتى بعيد الحكي؟ خلصنا بقى. امرك يا بي. روحي يا بي الأرض عليك روحي حطينا عشان أنا وإخواتك. يلا على عيني. يا والله إيه أختي حطينا عشان مخور من جوا رح أسلط من طولي على رأسي. مساء الخير يا بي.